كنت باك ستيج انا ما كنتش اي تي بالعربي يفاجئ قصي خولي باحمد السقا شنو دراما بنعمل يعني بنعمل المسلسل والفيلم مع بعض احنا العتاوله دي للذكرى ودي لسميره سعيد الفن والحياة كيف تؤثر السينما في حياة الناس هو ده العنوان اللي جمع أحمد السقا وقصي خولي على مسرح المجاز في الشارقة في المجلس الرمضاني اللي نظمه نادي الشارقة للصحافة تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي وشارك النجمين الكتير من خبرتهم للحاضرين فاتكلموا عن الدراما السينما والذكاء الاصطناعي ثنائية حلوة على المسرح شكرا الشارقة انه جمعتكم بدنا نحييهم حبيت انه ممكن شي يوم نشوفكم سوا وكمان بدي اسال قصي هرب كان بدي اجمعكم قدام كاميرا ايتي بالعربي بيسجل هنيك يعني نمشي بالكاميرا لغايه نمشي لهنا يلا نروح على قصي نفاجئه السقا ونخش كده فريم وهو معانا ونمشي بالكاميرا يعني هيدا شرف لي ولا ايتي اول شيء اليوم بدي اقول لك كيف اجواء رمضان معك نحن داخلين على عيد رح نحكي على رمضان انا رمضان كريم طبعا على الامه العربيه والاسلاميه جميعا نتمنى ان احنا نبقى ضيوف خفاف عليهم ان شاء الله ونكون مسليين ومش مزعجين سعيد بوجودي هنا في المنتدى الثقافي بالشرقة شكرا الشارقة طبعا طبعا طبعا, طبعاً. وانا باجي الشارقة من زمان على فكره يعني انا باجي كتير من زمان يعني وهبقى سعيد جدا 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 طبعا قصي صاحبي ولو جمعني عمل بقصي او باي زميل في الوطن العربي انا شيء يشرفني طبعا يعني. بس اللي لافت انتباه الكل هو قصه تعارفهم فاحمد كان الاستانت لقصي في احد مشاهد سرايا عابدين وهنا بدات صداقتهم هي مفاجاه انا كنت معه بسرايا عابدين انا كثير عم بحضر اقول كنت باك ستيج انا ما كنتش كنت باك ستيج يعني اللي انقذ الموقف فهيدا طبعا لقبك الفارس فارس السينما ونحن اليوم عن جد قصي بيتصور قصي قصي بيتصور حب الموسيقى نفاجئك يعني هاي عن جد هذا حبيب قلبي بتعرف هذا الشيء هلا عنك وهو اجى ليفاجئك انا ما بدي كبره كثير بس انا بتابعه من انا وكنت عم حب الماده اني اشتغلها فكان نجم مميز عندي هو نجم عربي كبير وبعدين صرنا اصدقاء وقلنا اربع سنين بنتفق على الاعمال وبنحكي فيها ولسبب من الاسباب ولسبب من الاسباب ما بتزبط بس انا بتشرف اكيد الحمد لله وحشكوا قصي بمصر بعد سرايا عابدين بفل شويه وحشني والله وحشني والله والله وحشني والله وحشني قصي من الناس المحترمين ومن النجوم العالم العربي اللي ليهم باع وليهم جماهيريه وتمتعوا بقدر عالي عند المشاهدين من الاحترام ومن التأدب وربنا يزيده يعني ربنا يزيده ويخليك وانا بتشرف فيك الله يكرمك عبي تعرف انت محبتي لك محبتي لشغلك ربنا يديم وخلص بدنا نعمل شيء قريبا نفسك بقى يلا سون سون دراما او سينما نعمل سينما بقى ان شاء الله باذن الله ان شاء الله سينو دراما بنعمل يعني بنعمل المسلسل والفيلم مع بعض خلاص سينو دراما اللي عايزه قصي يعمله وبحكم الصداقه دي اكيد قصي ما بيفوتش نجاح احمد في مسلسله الرمضاني العتاوله تابعت العتاوله تابعت منه شيء كتير مميز والعمل مميز الحقيقه واعتقد انه دراما رمضان السنه كتير عم تشبه بعضها بس هن قادرين يعملوا شيء مميز الحقيقه فك الحديد ده واعرفك مين الصرف ده